أسبوع مليء بالأحداث والأخبار. خيوط قضية حمزة مومبيبي تتناسل. كانت المواجهة بيني وبين المشتكى به أسامة الجعمي. الحكم بالسجن على هاكر قرصاً وابتز المشاهير. هي عقوبة ليست بالقاسية بحكم الأفعال المرتكبة. أشير في هذا الميدان. عيد البقران قريباً. سعيدة شرف تلمح لتورط سيمو بن بشير. كأنك مدير والو دخل المغرب، مرحبا بك. واعتقال عائشة عياش في دبي. هي الحلقة المفقودة في هذا الملف، كل الدلائل ورطتها في التجار بالبشر. والفنانين في ضيافة المحاكم. اعتقال رضا الطلياني بعد تسببه في حادث، فهل كان في حالة سكر؟ شاف رضا الطلياني حب يدي لي موتي حمار. ما بقدر أحرك نفسي. وما هي تطورات قضية اليوتيوبر الشهيرة سارة جو ضحية الخطأ الطبي في كوريا؟ لكل يوم كيظهر عليا عطب جديد. والعرق ما بقاش فيا. نعمان بالعياش يعود للواجهة بخبر زواجه مرة أخرى ويصر على النفي. وهل انتقد الجمهور عادل أصيل في كليبه الجديد؟ قلت كنتسنى ومتخوف وموجد الأجوبة ديالي. مشاو خلاني. وهذا أول ظهور لأخيه الأصغر. كنقدم لكم جاستن بيبر المغرب. والفنانين الشباب يتنافسون بأغاني حزينة بقصص درامية. أنا هديتك قلبي صبرني يا ربي. هذه الأخبار وأخبار أخرى موعدنا يوم السبت على تيلي ماغو.